معي عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ عبد العزيز المعمري الباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك. هناك أكثر من عنوان يمكن أن نصف به فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله: مرحلة التمكين، النهضة الاقتصادية، تدعيم علاقات الدولة الخارجية، النهوض بقطاعات التنمية. برأيك ما هي أبرز العناوين على الصعيد المحلي في دولة الإمارات؟ ما الذي يلمسه الإماراتيون محليا؟ في البداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر جلالة ملك البحرين والشعب البحريني على مشاعرهم، وهذا طبعا شيء ما بغريب على أهلنا في البحرين. بالرجوع إلى سؤالك، أنا أعتقد أن المرحلة كل العناوين التي وضعتها صحيحة، وإذا يمكنني أن أضيف أنه هو استمرار نهج زايد. فالإمارات تأسست منذ بدايته أو من الثاني من ديسمبر في عام 71، واستمر النهج في فترة الشيخ زايد طبعا إلى الشيخ خليفة رحمه الله، ونحن كذلك متفائلون بالمرحلة القادمة تحت قيادة سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. طبعا في مرحلة الشيخ خليفة ومرحلة التمكين كان هناك العديد والكثير من الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات، سواء كانت التنموية أو التعليمية أو الاقتصادية، والكثير الكثير. نعم. اليوم يتسلم الراية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلفا لأخيه الراحل وعلى خطى الوالد زايد بن سلطان. ما الذي تتطلع له دولة الإمارات في المستقبل؟ أنا أعتقد أن دولة الإمارات مثل ما ذكرت تعمل وفق منهجية معينة واستراتيجية معينة، وهي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بنجاح. نعم. طبعا مع بداية الخمسين الجديدة أطلقت دولة الإمارات مبادئ الخمسين، وهي حددت أطر استراتيجية واضحة للمرحلة القادمة. أنا أعتقد الإمارات سوف تستمر على نهجها في التعاون مع كافة الدول بما يحقق مصالح جميع الشعوب، إرساء السلام في كافة المناطق، التعاون الاقتصادي بما يخدم الشعوب. فأنا أعتقد أنها هي مرحلة سوف تكملها الإمارات، والشيخ محمد حفظه الله متابع ويعمل منذ فترة والده الشيخ زايد الله يرحمه، وكان سندا لأخيه صاحب اسمه الشيخ خليفة كذلك. فالإمارات مستمرة في نهجها، والمستقبل نحن متفائلون به. الأستاذ عبد العزيز المعمري الباحث في العلاقات الدولية من أبو ظبي، شكرا جزيلا لك.